بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحباب الكرام متابعينا ومتابعي القناة، أحبابنا أصحاب المعاشات، في بيان عاجل من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتعلن فيه موعد وجدول صرف معاشات نوفمبر. نحن على مقربة من مولد النبوي الشريف أحباب الكرام، فهل يا ترى حيتم تقديم موعد صرف معاشات شهر نوفمبر، ولا حتكون في موعدها المعتاد هي ده اللي حنعرفه من خلال الجدول اللي أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الفيديو اللي معنا أحباب الكرام. فتابعونا بعد ما نعمل اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركناش، مشاركة للفيديو وأخيرا إعجاب بالفيديو. تعالوا أحباب الكرام نشوف إيه التفاصيل، وحنقول بعض الأخبار المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية التي تقول بأن هناك نية لتقديم موعد صرف معاشات شهر نوفمبر لعام 2020 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو الأمر الذي نفته تماما وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن صرف المعاشات في موعد محدد له في بداية الشهر مثل باقي كل الشهور السابقة دون تغيير في هذا الشهر. يبقى المعلومة الأولى في الفيديو معنا أنه هو المواعيد حتكون زي ما هي، وما فيش تقديم بخصوص مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. طب موعد صرف معاشات شهر نوفمبر حيكون امتى؟ اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ان موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020 سيكون في بداية الشهر، حيث سيتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد ومكاتب التأمينات الاجتماعية الموجودة في جميع انحاء الجمهورية او ماكينات الصراف الالي، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية التي اعلن عنها مجلس الوزراء لمواجهة كورونا المستجد كوفيد 19. طب ايه ايام الصرف؟ كما هو معتاد كل شهر من بداية ازمة فيروس كورونا يتم تقسيم أيام صرف المعاشات إلى ثلاث فئات، كل فئة حيتم تحديد أيام لها من أجل الصرف ومنعا للتكدس والازدحام. هنعرف المواعيد مع بعض وحفاظا على أرواح أصحاب المعاشات في ظل عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. طب إيه هي المواعيد وإيه هي لكل فئة من الفئة الأولى والثانية والثالثة؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل معانا، فخليكم معانا. هننشر لكم أيام صرف المعاشات كالتالي: الشريحة الأولى أصحاب المعاشات الذين يصرف لهم معاش أقل من 1000 جنيه، والذين يبلغ عددهم 2.4 مليون، يعني 2,400,000 فرد، سيتم لهم صرف يومي الأحد والاثنين في بداية الشهر، يوم 1 ويوم 2 نوفمبر. 1 نوفمبر حيكون موافق الأحد، و2 حيكون موافق يوم الاثنين. اما الشريحه الثانيه ده بالنسبه الاول، الشريحه الاولى بالنسبه لاقل من 1000 جنيه. اما الشريحه الثانيه اصحاب المعاشات الذين يصرف لهم معاش اقل من 2000 جنيه، والبالغ عددهم 2,400,000 برضو مواطن، وذلك ايام الثلاثاء والاربعاء اللي هو 3 و4 نوفمبر المقبل. يبقى عندنا احباب الكرام الشريحه الاولى حتكون يوم 1 و2، والشريحه الثانيه حتكون يوم 3 و4 من خلال شهر نوفمبر المقبل احبابي الكرام، يعني يوم الاحد والاثنين والتالي يوم الثلاثاء والأربع. ده تفاصيل صرف المعاشات لأحبابنا أصحاب المعاشات لشهر نوفمبر. الآن نلتقي بكم في فيديو آخر، لكم منا أجمل وأرق الأمنيات والتحيات، دمتم في أمان الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.